وعيد الشهداء الذين سطوا بدمائهم الزاكية ملحمة كبرى ومقاومة صلبة في بحرين الجهاد والتضحية والفداء. فلولا دماء الشهداء الزاكية لما يمكن مواصلة الحياة وتحقيق الحرية والعزة والكرامة. من نافلة القول أن نتحدث عن شرعية المقاومة في البحرين، فإن هذه المقاومة العريقة والقديمة في مواجهة الظلم والاستبداد والتعسف والاضطهاد والقمع والتعذيب والقضاء لشعب عريق بثقافته وحضارته. حقيقة الأمر من حق هذا الشعب أن يقاوم. إذا أردنا أن نتحدث عن شرعية المقاومة في البحرين الذي هي جزء مهم من تيار المقاومة الإسلامية في عصرنا الراهن في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، يمكن أن نستند إلى بحث الجهاد في سبيل الله وبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحث الدفاع عن الإسلام وعن الأمة الإسلامية والكيان الإسلامي والمشروع الإسلامي، لأن هناك مشروعان، مشروع أمريكي صهيوني ومشروع إسلامي. هذا المشروع الإسلامي تجذر أكثر بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل قدس الله نفسه، واستمرار هذه الثورة الإسلامية بقيادة القائد المفدى الإمام الخامنئي حفظه الله. صلى على محمد وآل محمد. طبعا مشروع المقاومة الإسلامية يهدف إلى إحياء الأمة الإسلامية واستعادة هويتها وكرامتها وعزتها وحريتها، ويهدف هذا المشروع، مشروع المقاومة الإسلامية، إلى مقاومة أعداء الأمة والتمهيد لبناء حضارة إسلامية رائدة والتمهيد لظهور بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. فاليوم الكفر والنفاق ملة واحدة، والمشروع الإسلامي وأبناء المقاومة الإسلامية والتيار الإسلامي أيضا أمة واحدة. وهذا الاصطفاف اليوم اتضح أكثر من قبل في الوقت الذي المستشار الأعلى للأمن القومي الأمريكي يقول مشكلة الإرهاب بالعالم ليس فكر داعشي وفكر كذا وكذا، بل مشكلة الإرهاب بالعالم أصل الإسلام. يصرح في الأسابيع الماضية ويقول المشكلة يعني الإسلام هو إرهاب، ومليار و400 مليون مسلم إرهابي، فينبغي أن نتصدى لهؤلاء ونقتلهم جميعا ونقضي عليهم جميعا.
إذن الإمام واحد عندما كان يؤكد أن مشكلة هؤلاء مع أصل الإسلام، مع أصل كلمة لا إله إلا الله، مع أصل كلمة أشهد أن محمدا رسول الله صلى على محمد وآل محمد. اليوم صار واضح بهذه التصريحات والأفعال التي بالواقع تسند هذه التصريحات، مثل إعلان ترامب الجنوني بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مع أن التسوية بين الكيان المحتل مع خط التسوية بالواقع كان قائم على أن القدس قسم كبير منها إلى المسلمين أو حد الأقل تدار بواسطة الديانات وحسب النظام الدولي ولا يتفوهون بهذا الأمر. نحن بمعزل عن تداعيات إعلان ترامب الذي بالواقع يبشر بانتفاضة جديدة عالمية إسلامية وتوحيد القوى الثورية والقوى المقاومة في كافة الاتجاهات والبلدان من أجل تحرير القدس، وأن القدس تبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وأن القدس هي القضية، تحرير القدس هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، ويجب مواصلة الاحتجاجات ومواصلة الشجب والتنديد والاستنكار بهذا القرار الشيطاني الخبيث. ما أريد أن أقوله أن هذه الأمور باتت واضحة، الذي المشروع الأمريكي والصهيوني يريد أن يقضي على الإسلام، وهناك دول وكيانات متحالفة مع هذا المشروع، على رأس هذه الكيانات نظام آل سعود، وطبعا النظام الخليفي هو ورقة بيد نظام آل سعود وبيد أمريكان. هذا الشخص الذي بالواقع ظلما وعدوانا يتلبس بلباس العلماء ويذهب مع مجموعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا الموفد من قبل النظام الخليفي، بالواقع هؤلاء يريدون أن يرون أن بحرين والبحرينيين هم مع الكيان الصهيوني، بينما ليس كذلك. بحرين هي بحرين الانتفاضة والثورة وبحرين المقاومة وبحرين القيام لله وبحرين الوفاء للعلماء وللشهداء وللجرحى وللمسجونين، وبحرين الوفاء لكبار العلماء والشخصيات. وهذه المناسبة أيضا تجتمع معها مناسبة الذكرى السنوية لرحيل المجاهد الكبير ورائد الانتفاضة البحرينية المعاصرة الشيخ الجمري تغمده الله برحمته الواسعة. وكذلك بحرين هي بحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وفرج الله عليه، لا بحرين التطبيع، لا بحرين آل خليفة، ولا بحرين هؤلاء المتسكعين على أبواب الظالمين والكفار والمشركين والصهائنة. طبعا شيء آخر يريدون للبحرين، يريدون لبحرين أن تكون في المشروع الأمريكي والصهيوني، والمقاومة تريد للبحرين أن تكون مع المشروع الإسلامي، مع مشروع الأمة. والمقاومة البحرينية كما أسلفت أنها جزء لا يتجزأ من المشروع الكبير الإسلامي المقاوم، سواء كان حزب الله لبنان أو أنصار الله في اليمن أو المقاومة العراقية والحشد الشعبي المقدس وباقي الأمور. والحرب القادمة إن حدث حرب بالمستقبل في مواجهة الكيان الصهيوني، حزب الله لبنان لم يبقى وحده في هذا الحرب، سيشارك في هذا الحرب في مواجهة الكيان الصهيوني كل قوى المقاومة
من دون استثناء، كما أعلنت قوى المقاومة جميعا وقوفها واصطفافها إلى جنب حزب الله وقائد حزب الله المؤمن العربي العزيز كما اسماه القائد المعظم المجاهد البطل سيد حسن نصر الله حفظه الله. وطبعا هذا واضح. إذن شرعية المقاومة في البحرين تستمد من شرعية المقاومة في المنطقة لمواجهة أعداء الإسلام، لمواجهة أمريكا، لمواجهة إسرائيل، ولمواجهة عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة كنظام آل سعود ونظام آل خليفة. رغم أن الانتفاضة في بحرين أعلنت أنها سلمية وأنها تتحرك لتحول ديمقراطي عادل وللمطالبة بحقوق الشعب البحريني العادل وفقا للتحرك السلمي، لكن هذا لا يتنافى مع أن القوى الثورية المجاهدة تتحرك للاقتصاص من المجرمين. هذا من حق الشعب البحريني في الوقت الذي هو يتحرك بشكل سلمي أن يتمتع بقوى ثورية مجاهدة تتحرك للاقتصاص من المجرمين. وطبعا لن يفلت الظالمون المتورطون في القمع والتعذيب وقتل أبناء البحرين الشرفاء المقاومين من نار غضب الشباب المجاهد الأوفياء للشهداء. إن هذه القوى المقاومة هي محقة في مقاومتها شرعا وقانونا داخليا ودوليا. وطبعا نؤكد معهم في عيد الشهداء أنه لن يضيع دماء الشهداء الأبرار، وأن الحراك الشعبي سيتواصل حتى تحقيق المطالب العادلة للشعب البحريني في تقرير المصير وإسقاط النظام الخليفي الظالم المتحالف مع الكيان الصهيوني وحق هذا الشعب في إقامة نظام سياسي جديد عادل يكفل الاستقلال للبحرين من يد المستعمرين ويكفل الحريات العامة وحقوق المواطنين ويسعى لتحقيق العدل ومشاركة جميع أبناء الوطن في بناء البحرين. فالقوى الثورية هي اليد الضاربة للشعب البحريني لاستعادة حقوقه وكرامته وحريته وشرفه ومواصلة درب الشهداء. طبعا بهذه المناسبة نذكر كم رواية في حق الشهداء وهي معروفة لكم هذه الروايات، من جملة الروايات ما يذكره الشيخ الطوسي في التهذيب عن زيد بن علي عن آبائه عن رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في وسائل الشيعة الحديث 20 من أبواب الجهاد العدو مذكور هذا الحديث: للشهيد 7 خصال، أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب، والثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين، وتمسحان الغبار عن وجهه وتقولان مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة يكسى من كسوة الجنة، والرابعة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه، والخامسة أن يرى منزله، والسادس يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت، والسابعة أن ينظر في وجه الله، وأنها لراحة لكل نبي وشهيد.
وفي رواية أخرى في نفس الباب يذكره الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الصدوق في الخصال والكلين في الكافي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل رجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل رجل أحد والديه، فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق. هذه الرواية يمكن أن تفسر بتفسيرين. التفسير الأول: لم يكن مقام وفضيلة وشرف وكمال وقرب إلى الله أقوى وأكبر من مقام الشهيد، فالشهيد فوق الجميع وأعلى من الجميع وأشرف من الجميع وأبر من الجميع للأمة وللإسلام. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني مع الاحتفاظ بهذا التفسير بقرينة المقابلة بالحديث فوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل رجل أحد والديه، في هذه الرواية بشارة لعوائل الشهداء بأن الشهيد في استشهاده يقدم لعائلته ولأبيه وأمه ولأقربائه ولأبنائه ولأبناء شعبه ولبلده فوق ما يقدم لهم الآخرين الذي يظنون أنهم يقدمون للآخرين. فلا نأسف لشهادة الشهيد، الشهيد يقدم ويعطي للبلاد والعباد ولأهله وأسرته فوق ما نتصوره. فنعم، كما رفعتم هذا الشعار الشهداء قهروا الموت وانتصروا، وهذا شعاركم مأخوذ من رواية أمير المؤمنين عليه السلام: فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. وفي كلام آخر لأمير المؤمنين: الحياة مع الذل موت. فلا بأس في نهاية الكلام أن أقول أن الشعب البحريني والحوزات العلمية وعلماء الدين في قوم والنجف الأشرف يتبرؤون ويستنكرون بأشد مراتب الاستنكار من ذلك المعمم المحسوب ظلما على المعممين من أبناء مدرسة أهل البيت في ذهابه للكيان الغاصب للقدس والمشاركة في التطبيع مع اليهود، طبعا بأمر من أسياده نظام آل خليفة. ففي نهاية الكلام أيضا نقول على السلطات في البحرين أن تعلم أن الاستمرار في القمع والتعذيب والتعسف والظلم والبطش سيتحول ضدهم، فإن ربك لبالمرصاد. نترحم مرة أخرى على أرواح الشهداء الذين حققوا لنا الانتصار والحياة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى وفك الأسرى من سجون نظام آل خليفة وفك أسرى جميع المقاومين في سجون الظالمين، وأن يترحم على روح الإمام الراحل والشهداء الكرام، ويحفظ لنا القائد المعظم، ويعجل لنا فرج مهدي هذه الأمة، ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.